Start. انا بيتكلمني عرب من المغرب وعرب من الجزائر وعرب من الكويت وعرب من السعوديه وعرب من الامارات وعرب من العراق ومن الاردن. والله يقول لك وحمار بيقول كلامه خلاص ما مش فاهمه. ده انا اتهريت فين؟ ده انا نمت على الارض على ظهري من الهباب اللي انا فيه. يعني حاجه انت 60 كلب ده قله ادب وسفاله يا راجل. يعني مين يروح امك؟ تجيب للواحد الضغط والسكر والاسهال والمغص والعمود الفقري الخطر. الرجاله ماتوا؟ ايه؟ عايز تجيب الرجاله ليه؟ قلت لها راجل. اه مش هتكلم. راجل اه مش راجل ابدا ابدا. الرجاله ماتوا؟ في ذاكرتك. هتقولي راجل. استاذ احمد عطيه وشهرته كيف؟ مين يروح امك؟ الدكتور بنتاج مش وعداء. الدكتور بنتاج مش وعداء وحط مش وعداء. عايز اشوفك كنت بتتكلم عن هالقول مش وعداء مش وعداء. عايز اشوفك كنت بتجيب حقوق يا اخوي. الله ينعل ابو اللي جابك يا ابن الكلب يا واد. يا كذابين يا اغبية. انا راجل ما اصطبنش. انا مش مناف ولا هزار. انا بقول الحق. انا بتكلم وبنتقد الوزراء الفشلة ازاي. والله العظيم يا اختي انت زعلتيني منك اسوأ زعل. انت من الواضح ان انت مش عارفة حاجة انقسام ايه. هما اللي في التحرير دول 5% بيمثلوا نص الشعب. انت نايمة يا اما. اذا كنت نايمة اصحى. واذا كنت صاحية نام. ولا اقولك اصحي عشان تنام. فيخ يا ولي يا ولي. بصيت في الصورة كويس لقيتها مش شيالة ست. مال لقيتها مايو بكين. انت 60 كلب. مين يا روح امك؟ ده قلة ادب وسفالة يا راجل. الله 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 الله. طب يا عم العريان اتغطى قبل ما تنتقل. اتغطى الاول يا اخوي. ما عندكوش لحاف؟ هدي ابنك لحاف. حاجه غريبه. وليس انك مش اي جهاد. جهاد في سبيل الله. جهاد للحفاظ على مصر. جهاد هذه حرب. بكره معركه. اسكت يا عز بقى.